بقول لك ايه؟ ايوه انا عايزك تنيم الواد ده شهر شهرين ثلاث شهور ايوه وسخني مية. حاضر يلا الاوضه من هنا. ايوه يلا خش يا حاضر. ده احنا ليلتنا دبليو سي يا بت فوق ال 18 مع معود لازم تغمض عينيه. وحشني يا بكار. وانت كمان يا بوي. حبيبي يا ولدي عامله ايه يا مهدي؟ الحمد لله يا معود. انا مرحبا مرحبا الله معكم. ايه ايه يا استاذ غسان استاذ رزان الحمد لله بالسلامه منورين الدنيا. ميرسي. مين هو المعود؟ هول مين دول عيالي؟ دي مهجه مرتي مهجه قلبي لسه متدليه حالا من البلد والله العظيم من مصر لسه واصله حالا. وده بدي بقى خش يا سلم على الاستاذ غسان نروح يا كيفك يا ست هانم؟ هاي كيفك بهجه؟ الحمد لله. لا مؤاخذه اسمها مهجه مهجه يا ست الكل اسمها مهجه مهجه. ايوه ايوه ست مهجه هيدا ابنك البكر؟ ايوه ده بكار. وين البيبي الصغير؟ لا لا احنا ما عندناش غيره. هو ده البيبي هو ده البيبي. ايوه يا سلملم يا سلملم بدك تقنعني هلا انه هيدا الصبي عمره اسبوع يا معوض؟ وين المصاري؟ وين التياب اللي اعطيتك اياهم؟ وين راحوا؟ ايوه يا باشا اللي انا قلت عليه من اسبوع داي ما هو ده يعني مات يا باشا لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه مات. الله جاب الله خد الله عليه العون. ايه البقية بحياتكم الله يخلي لكم اياه. يلا الله يخليك يا ست. تفضل انت يا باشا سيب لنا الحاجة دي ونبي سيبها انا اطلع حالك. خلص مش الحال يلا خلينا نطلع اكلنا الضرب. لا يا باشا عليها الطاقم ينفع اطلقها حالا والله. خلص طلعهم العين ما تقلقش على حاجة يا باشا بسرعة جيبه. يا اخي السم باشا ما استخرناش يا اخي. تعال هنا قول لي ايه حكاية البيبي دي؟ حكاية بيبي ايه؟ انت هتقعد افهم في الحكاية دي 100 سنة ولا هتفهمي حاجة. سيبك من الكلام ده بعدين ابقى فاهم. عليات كده قولي لي. ايوه جبتي ايه معاكي حلو من البلد؟ بتاو وفايش. يا بوي بتاو وفايش. ايوه الصلاه على النبي. بقول لك ايه؟ ايوه انا عايزك تنيم الواد ده شهر شهرين ثلاث شهور ايوه وسخني مية. حاضر يلا الاوضه من هنا. ايوه يلا خش يا حاضر. ده احنا ليلتنا دبليو سي يا بت فوق ال 18 مع معود لازم تغمض عينيك. انت بتتفرج عليا وين؟ في يا ابو في فلافل يا اخويا والدكان جاف. روح لامك يا دمش. خلاص يا ابو جايلك يا موج. تاني مرة يا معوض ما في داعي لللف والدوران عيب. عم تضحك علينا؟ خلاص بقى يا غسان باشا سامح النوباد يا اخي. في ايه اعمل ايه يعني مرتي مهجة اهلها كانوا حاجزينها في البلد كانوا راهنينها على القرشينات دي. راهنينها؟ مين راهنينها؟ اهلها يا باشا كانوا راهنينها. وليش راهنينها؟ يا باشا من لما رحت اتجوز مهجة طلبوا مني مهر قلت لهم عليها الطلاق من دافع مهر. قالوا لي لا هتدفع قلت لهم لا انا شغال برا مصر وعندي الاوضه بتاعتي فيها كل حاجه من المجاميع. وقالوا لي لا انت فاكرنا ايه انت هتدفع مهر يعني هتدفع مهر. قلت لهم طلاق ثلاثه من دافع مهر معوض ما يدفعش مهر لازم الناس تثق فيا يا باشا. طب خلاص مش الحال مش الحال طوشتك خلصنا بقى. المهم ما في داعي للكذب بتقول الحقيقه وخلاص. خلاص يا باشا ما انت برضك يا باشا بتتك عليا يعني مو مش كلام ده بصراحه. معوض لحظه بس بروم 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 بروم. ايه يا باشا بروم بروم ايه بروم دي جراثيم جراثيم. طب هلا مرتك بهجه هلا شو وضعها؟ قصدك مهجه هانم؟ مالها يا هانم مالها مهجه يا باشا؟ عليها الطلاق صار سليم عملت حاجه ولا ايه؟ عملت ايه مهجه يا باشا؟ يا عمي ما عملت شيء. عملت ايه هانم؟ يا عمي شو فكرني شرطه اداب ما عملت شيء. قصدي انه شو وضعها ايدها خفيفه اذا حدا هيك طلبها للشغل او شيء بالبيت. لا سالم احنا عندنا في الصعيد ما بنشغلوش حريمنا والله لا مؤاخذة. انما لو ست رزان لو ست رزان اللي طلبت ده احنا نحرك المراكب. اتفضل اتفضل الله معك. نحرك المراكب الراكب معوض حبيبي على قلب ده انا اطلقها واجيبها تشتغل. الله معك والله لو اتفق معاكي عادي. الله معك معوض. انا عدي عليا طب اتفق معاكي كلميني يا ست الكل عدي على السنك يا ست الكل والنبي اتفق معاكي انت. الله معك اتفق معاكي. شو قصتك انت؟ شو قصتك؟ لا شو بدها هيدي ايدي خفيفة؟ شو بدها تيجي تعمل بالبيت اصلا لك؟ شو في بالبيت؟ ما كلهم صحتين، انا بجليهم. جليهم؟ ايه رح اجليهم. جليهم؟ سبحان الله كيف بيروح تحسك هيك دغري بس يعني تسحب على سيرة المصاري.
شو هالمسخرة؟ لا والله ما حيجليهم، وحدا يساعدك بالبيت ما رح جيب. شو هالمسخرة؟ فيها هاد يا مكار بقى خش نم بقى ريح. يا ابوي شوي صغيرين يا ابوي. يا تخش يا تنم يا ابوي شوي صغيرين. طب يلا خلص. صحيح انا زعلان منك يا معوض، بس رح سامحك يا باشا علي الطريق. انت اصيل وابن اصول، انت قلت الاصول قوم يا نقعد مكاني. بس حابب اعرف وين رحت بالمصريات وببتياب ابني وين؟ يا باشا انت عايز الحق ولا ود عمه؟ بدي الحق. عارف الواد عبد الغفور اللي ساكن في اخر الشارع يمين في شمال دغري عند اول حوداية عند الكشك؟ ايه عرفته، هذا القربوع اللي بتضلك قاعد معه انت. ايوه يا باشا، عبد الغفور ده بقى مراته كانت لسه مخلفه وكلمني واحرجني يا باشا، عشان كده ما كانش معايا فلوس ساعتها ولا كان معايا حاجه. قلت لسعادتك لو عندك هدمتين لو عندك حاجه. هو بقى اللي حصل يا باشا، هي صدق انت صدقت بيها وطلعت لله على اسمك يا باشا. ماشي، هيدي الحقيقه يا معوض. يعني انا باشا اكذب عليك؟ انا طلع بعيوني اني كذاب يا باشا. يا سلام لم، انا بعرف بس انا ما حدا بيضحك علي. ايه يا باشا فيه انت هتقرفنا بالمسار اللي اديتها لنا دي؟ ما خلاص يا عم، ما تغور يا ده، تعالى خش نعمل تك تاني. خلاص يا ابو خش خلاص.